تفاصيل اكتر هنعرفها من خلال هذا الاتصال. ومعانا على الهاتف عضو الجهاز الفني ومدرب حراس المرمى في النادي الاهلي الكابتن طارق سليمان. مساء الخير يا كابتن طارق. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وسعداء طبعا بمشاركتك معانا في استاد الاهلي. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، انا اسعد ان انا بعمل مداخله مع حضرتك. كابتن طارق، قول لنا اخر اخبار الفريق، مين اللي راجع من فتره تاهيل او استشفاء او اصابه، مين اللي جاهز للمباريات الجايه، ومين اللي تاكد غيابه وعدم جاهزيته لاسباب مختلفه عن المباراه القادمه؟ والله ما فيش شك طبعا ان في لعيبه يعني من فتره، طبعا زي رامي بقاله فتره طبعا يعني ولسه فتره برضه بالنسبه للاصابه بتاعته، بالنسبه لنجيب يعني بدا يرجع ولكن لسه برضه مش جاهزيه بتاعته مش 100%. احمد فتحي المباراه الاخيره برضه حصل له شد خفيف في العضله الاماميه، فبرضه يعني لحد كبير هيبقى بعيد مش هيبقى متواجد يعني. انما بالنسبه للاصابه بتاعت مروان خفيفه يعني ما فيش فيها ان شاء الله مشكله يعني. اصابه خفيفه النهارده، جزع بس في انكر رجله النهارده نتيجه كان في حفره كده في الملعب فانكر رجله اتلوى، بس ان شاء الله تبقى خفيفه يعني. باذن الله ان شاء الله. دي بالنسبه للعيبه اللي هي يعني طيب حراس المرمى، طبعا هنتكلم معاك شويه عن الفريق بشكل عام ورؤيه الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري ومدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ لمنحنى اداء الفريق بشكل عام، سواء في البطولات الخاصه زي مباراه كاس السوبر وفوز الاهلي بكاس السوبر للمره العاشره في تاريخه، وايضا مسار الاهلي وتالقه وتصدره مسابقه الدوري الممتاز. لكن خليني اركز معاك شويه كابتن طارق على الجانب اللي اقرب لخبراتك دايما، هو حراس المرمى. نادي الاهلي حاله فريده، بيتبادل المنافسه فيه اكثر من حارس على مستوى عالي، شناوي، شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، واسماء اخرى ممكن تدخل في الحسابات. هل دي ميزه موجوده عندكم في الجهاز الفني ويعني متوفره لك تحديدا كمدرب لحراس المرمى؟ طبعا ما فيش شك طبعا ان مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي مش حتى الفتره دي، ما بنتكلمش حتى على شريف، على الشناوي، على احمد عادل، لا حتى لو رجعنا ورا شويه هتلاقي كابتن اكرامي، كابتن ثابت، كابتن شوبير الفتره اللي كان فيها الحضري طبعا كان معاه النادي السيد الفتره الاخيره، كان معاه امير عبد الحميد. فحراسه المرمى في النادي الاهلي طول عمرها يعني بقى في تنافس وبقى فيه طبعا اكيد المنافسه دي بتخلق اكيد بترفع من مستوى الحراس اللي موجودين سواء بقى اثنين او ثلاثه، وده اللي شفناه الفتره الاخيره الحمد لله رب العالمين. يعني المنافسه اللي موجوده بشكل كويس جدا بين الشناوي وبين شريف وعادل، وفي النهايه طبعا الشناوي الفتره الاخيره هو اللي بيلعب، هو اللي يعني شارك في معظم ماتشات الفتره الاخيره ديت، والحمد لله يعني بيأدي باداء طيب واداء متميز، وده اللي احنا عايزينه يعني. شريف برضه دخل كان في اصابه شويه، قعد فتره مصاب وبعدين رجع وبيتمرن بشكل كويس جدا، والفتره الاخيره موجود معانا في الماتشات الاخيره الماتشين او الثلاثه الاخرى موجود في السكور. احمد عادل برضه لما شارك ادى بشكل كويس، لو نرجع شويه لماتش طنطا ادى بشكل كويس، تعادلنا فيه في المحله، مباراه سموحه لعب احمد عادل وادى فيها بشكل ممتاز. فالمنافسه زي ما بقول لك يعني في النهايه طبعا منافسه شريفه، واحنا كمان يعني الحمد لله رب العالمين تعاملنا مع في المكان ده بشكل هادي وبشكل متميز. كابتن طارق، هل ممكن يبقى في تغيير في المركز ده الا لحالات الضروره؟ بمعنى اخر، هل دايما الاجهز والافضل من وجهه نظركم كجهاز فني فنيا وبدنيا في الحراس الموجودين وكلهم اصحاب خبرات، هل هو اللي هيشارك دايما بصفه اساسيه الا في حالات الضروره او الغياب للاصابه او تراجع المستوى، اي امور فنيه او بدنيه او طبيه؟ وهل المركز ده يحتمل التغيير بشكل دائم، ولا بتميلوا كجهاز فني وكابتن حسام بيميل الى تثبيت حارس المرمى اللي مقتنع في فتره من الفترات ان هو الاجهز؟ ما فيش شك كلام 100% كلام صح، ان احنا طبعا مركز حراسه المرمى ده يعني الاحتمالات ان يبقى في تغيير بشكل مستمر ده طبعا مش موجود خالص، حتى مش عندنا احنا بس، في العالم كله الاجهز والانسب في التوقيت الحالي هو اللي دايما بيشارك. مش معنى كده ان احنا برضو طبعا بنختار توقيتات معينه وبشكل معين، وتبقى مصلحه الفريق ان احنا ممكن برضو حد نحاول برضو ان اللي بيبقى رقم اثنين او رقم ثلاثه ده ما يبعدش بشكل كبير، بنحاول برضه نختار وقت مناسب انه يخش ويشارك. بس هو طبعا هو يعني هو الطبيعي ان اللي جاهز واللي بيأدي بشكل كويس واللي مستمر في التميز في خلال المباريات اللي بتلعب هو اللي بيبقى دايما ان المركز ده مركز حراسه المرمى عالميا حسب تأكيداتك يا كابتن طارق ما يحتملش تغييرات كتير الا للضروره. ما بيحصلش يا استاذ محمد، لو رجعنا كده لو شفنا كده مثلا هتلاقي اي نادي من الانديه الكبيره في اسبانيا، في انجلترا، في ايطاليا، هتلاقي حارس اوحد. يعني انا يعني موضوع ان يبقى حارس اوحد ده يعني مطلق مش موجودة، ولكن برضه ايه يعني زي ما بنشوف كده في انديه بتلاقي في حارس مرمى بياخد الكاس.
او في كان في في برشلونه كان في في حارس بيلعب في الدوري وفي حارس بيلعب في بطوله اوروبا، انما هو بشكل عام هو حارس المرمى في اي مكان في العالم هو بيبقى في حارس بيشارك بشكل كبير وماشي بشكل كويس فخلاص بيكمل. في النادي الاهلي السنه اللي فاتت احنا لعبنا 34 ماتش في الدوري، شريف اكرامي لعب 30 من ال 34، فكان ماشي بشكل كويس والدنيا ماشيه وكان بيأدي والدنيا كويسه وعمل ما شاء الله يعني اداء متميز في الفتره الكبيره اللي احنا لعبنا فيها، كان فيها اكثر من مرتين 8 ماتشات في 8 ماتشات بدون اهداف، ما دخلش فينا اهداف رغم انه حقق رقم تاريخي في تاريخ مصر، ما اتحققش 22 مباراه بدون اهداف السنه اللي مش ورا بعض، بتكلم على 22 مباراه. طب هل اسعدك على المستوى الشخصي يا كابتن طارق رغم ان حسب تاكيداتك ومقارنه بارقام الموسم الماضي الشناوي كان بعيد عن المشاركه بصفه اساسيه، لما احتجتوه كجهاز فني لقيتوه بهذا المستوى اللي اجمعت الاراء انه اكثر من رائع، هل ده اسعدك على المستوى الشخصي ويمكن فاجئك بدرجه، ولا كنت متوقع منه الاداء ده باعتباره قدامك كل يوم وبتوجهه فنيا وبدنيا وبتتابع تدريباته وبتخطط له كحارس مرمى ضمن الحراس طبعا اصحاب الكفاءات الموجودين؟ هو ده اللي احنا بنشتغل عليه يا استاذ محمد، يعني ما ينفعش ان يبقى في يعني الفتره دي الشناوي اللي بيشارك بصفه اساسيه في معظم الماتشات، هل معنى كده ان شريف اكرامي وان احمد عادل ما يبقاش عندهم جاهزيه؟ لا، لازم يبقى جاهزيه موجوده، لان ممكن بص التغيير في المتغيرات في الكوره سريعه جدا، وارد ان يبقى في لا قدر الله في اصابه، وارد ان يبقى في مثلا ايقافات للحراس، بيبقى عندنا انذارات، بيبقى عندنا حاجات كتير، فلو انت ما انتش جاهز وبتمرن بشكل كويس ومستمر في تمرينك وعندك صبر وعندك جلد ان انت في اي وقت هتشارك، والفرص بتيجي كده. والشناوي لما بيشارك ويأدي بشكل كويس وفترة كبيره جدا ما كانش بيشارك السنه اللي فاتت، ما شاركش في عدد ماتشات كتير، وبيجي يشارك وبيأدي بالاداء ده، اكيد ده برضه في تفاصيل كتير صغيره الناس ما بتشوفهاش، انما التفاصيل الصغيره الكتير دي طبعا احنا بنشتغل عليها معنويا ونفسيا طبعا في المقام الاول، ان يعني يكون ما بيشاركش فتره كبيره وبيقعد وبيستنى دوره وبيستنى لما يجي فرصه، فاكيد الحاجات دي برضه بتاخد وقت وبتاخد مجهود ذهني. هل التعاون والروح اللي شايفها كابتن طارق بين الحراس، مين بيشارك، مين موجود خارج القايمه، مين بديل في البدلاء، هل الروح طيبه وجميله وفي تعاون ودعم منهم لبعضهم البعض زي ما احنا شايفين كم الزخم الموجود في عدد كبير من النجوم موجودين في صفوف الفريق، كلهم بيتعاملوا بمحبه واصدقاء واخوات وكلهم بيدعموا بعض بصرف النظر مين بيشارك ومين ما بيشاركش، رغم ان ده حق مطلق لهم طبعا وفي دايما منافسه من اجل الوجود في الملعب؟ ما فيش شك طبعا يا استاذ محمد ان موضوع ان يبقى في روح كويسه في التمرين وان الناس اللي ما بتشاركش دي تبقى مهمه قوي قوي تتعامل بشكل كويس، سواء بقى من المدير الفني او حتى من مدرب الحراس، حتى هم مع بعضهم الكلام ده احنا بنشوفه، ويمكن كان في يعني قريب قوي كان في احد اللاعبين خرج واتكلم، شوف اتكلم ازاي على لعيبه النادي الاهلي بشكل عام حتى مش مركز حراسه المرمى بس، يعني بيتكلم ان انا في حياتي ما شفت لعيبه بالشكل ده، وفي حياتي ما اتعاملت مع لعيبه كده، وفي حياتي انا ما شفت حب اللعيبه مع بعضها بالشكل ده، ففعلا ده موجود في النادي الاهلي، يعني حتى مش يعني مش على المستوى الصغير بتاع حراسه المرمى في النادي ده، على مستوى حتى الفرقه كلها. يمكن احنا كمان زيكم يا كابتن طارق متاكدين كفريق عمل واسره القناه متابعين ده معاكم لحظه بلحظه ومتاكدين من وجود الروح دي والتعاون ده بين نجوم الفريق سواء لاعبين او حراس مرمى، بس احنا حريصين على اننا نطرح التساؤلات دي عليك عشان تاكد ده للمشاهدين وللجمهور اللي بيتابعكم ومهتم باخبار الفريق. لا هي عيلة يا استاذ محمد، النادي الاهلي ده عيلة 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 يعني عيلة، الحمد لله رب العالمين، التعامل محترم حتى بين الجهاز واللعيبة، بين اللعيبة وبعضها، بين حتى الجهاز مع بعضه، وبالك كل ده بيتشاف، يعني حتى ما احنا مع بعض فترة كبيرة جدا، مع بعض في المعسكرات، مع بعض السفريات، مع بعض حتى في التمرين، فدايما الاحترام في النادي الاهلي موجود بين الجهاز وبعضه، بين اللعيبة وبعضها، بين اللعيبة والجهاز، حتى العمال هي اسره زي ما بقول لحضرتك، عيله كبيره، التعامل ده بيبان والناس بتشوف، فالحمد لله رب العالمين بيتوارث الكلام ده، والحمد لله لما حتى اللعيب بيخرج بره المنظومه وبيجي يتكلم عن النادي الاهلي بتشوف الراجل بيتكلم، اللعيب ده بيتكلم ازاي وبيشكر ازاي في اللعيبه وفي الجهاز وفي مجلس اداره، بيقول لك انا في حياتي ما شفت نادي بيتعامل بالشكل ده، الحمد لله رب العالمين، يعني احنا الكلام ده بيتوارث والكلام ده موجود ومتاسس جوه النادي الاهلي، فاتمنى ان شاء الله ان يستمر زي ما بقول لحضرتك. ده يستمر باذن الله، كلنا بنتمنى الكلام الجميل والايجابي اللي بتشير له يا كابتن طارق يستمر مع الفريق، وحابين كمان نسالك ونستفيد بمشاركتك معانا دلوقتي على الهواء في اننا نعرف اخبار الفريق ايه بشكل عام، تقييم الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري لمنحنى اداء الفريق، الفوز بشكل الحمد لله مستمر ومتتالي في مباريات مهمه جدا، وشفنا اكبر نموذج قدمه الفريق
في الشوط الثاني في المباراة اللي فاتت قلب المباراة وتفوق على المنافس وحول تقدم المنافس إلى تراجع وتفوق الأهلي وفاز باللقاء 2-1. عايزين نعرف كابتن حسام بيتعامل مع ده إزاي، تركيز اللعيبة، استمرار اللعيبة على نفس المستوى ونفس التركيز والاستعداد النفسي والبدني والفني للمباريات عشان منحنى الأداء ما يتراجعش. مفيش شك طبعا الفترة الأخيرة يا أستاذ محمد الحمد لله رب العالمين الأمور مستقرة والأمور هادية بعد طبعا زي ما حضرتك اتكلمت كده من الفترة الأخيرة الحمد لله في انتصارات بشكل كويس سواء في الدوري أو حتى مباراة السوبر الحمد لله الفترة الأخيرة ديت. بس في النهاية برضو احنا يعني احنا ما بنشتغلش عشان نكسب ماتش أو اثنين أو ثلاثة، أنت عارف النادي الأهلي دايما أنت بتلعب على البطولة أكيد، فبتكسب ماتشات وبعد ما بتكسب المباراة وبتخلصها بتقفل على طول عشان تشتغل على المباراة اللي بعدها، أنت عارف إن ضغط المباريات وكل أربع أيام وكل ثلاث أيام مباراة وأنت طبعا بتشتغل على البطولة بس البطولة بتيجي مباراة مباراة زي ما احنا شغالين كده، فكل مباراة بنخلصها كابتن حسام والجهاز اللي معاه وبنقعد ونشتغل على المباراة اللي بعدها وبنتفرج على الفيديوهات فيها بشكل كبير، بنتفرج مع اللعيبة وبنركز، حتى كابتن حسام في بعض الأوقات بيجيب لعيب من الفرقة التانية ويجيب الحاجات الميزات بتاعته أو حتى لو في سلبيات، وده اللي احنا شغالين عليه يعني الاستعداد بنفس درجة التركيز والجدية لمباراة الرجاء المباراة القادمة. مفيش مباراة يا أستاذ محمد، مفيش مباراة للنادي الأهلي مباراة سهلة، مفيش مباراة احنا بنلعبها مباراة في النهاية هي الثلاثة بونت، يعني مباراة الدوري بشكل عام الرجاء زي الزمالك زي الإسماعيلي زي أي مباراة بنلعبها هي الثلاثة بونت. وكمان الفرق الناس تبقى فاكرة لا ممكن الماتش يعني زي ما أنت شايف الأسيوطي ما شاء الله بيأدي بشكل كويس، فرق كتير ممكن ما تبقاش أنت تعاملت مع المباراه بان هي مباراه سهله ومباراه كده كده تكسبها، المباراه بتتصعب علينا وبعدين حسب بقى احداث المباراه. فمن هنا طبعا كابتن حسام بياكد دايما على الحاجات دي ان اي مباراه احنا بنلعبها النادي الاهلي بينافس على البطوله وعايز ياخد بطوله، ودي شخصيه كمان او طابع شخصيه كابتن حسام البدري يا كابتن طارق انه ما بيحبش يحتفل الا بعد الانجاز في نهايه الموسم او بالحصول على بطوله، لكن كل مباراه بيقفل صفحتها حتى لو فاز وبعرض جيد وبعدد كافي من الاهداف بيقفل الصفحه ثاني يوم. خد بالك برضه حتى بعد البطوله ما بتحتفلش عشان بيخش في بطوله ثانيه على طول، فالاحتفال في النادي الاهلي في اضيق الحدود يعني. بص في اضيق الحدود بالظبط كده، والله بجد يعني انا بتكلم بجد يعني بقالنا فتره شغالين بالشكل ده، فاحنا بناخد بطوله بنبص يعني ناخد دوري الجمهور يقول لك افريقيا يا اهلي، ناخد افريقيا الدوري يا اهلي، ناخد دوري السوبر يا اهلي. فهو ده طبع النادي الاهلي، خلاص انت قدر النادي الجهاز او مجلس اداره او لعيبه ان احنا نادي كبير وكيان كبير جدا. فالكيان ده متعود انه اي بطوله بيدخل فيها عشان ينافس على المركز الاول بس. فبنخلص البطوله يعني احنا جينا من الامارات على طول ثاني يوم كنا عندنا دوري. فالدوري دوري طويل. فكل مباراه بالنسبه لنا مهمه جدا جدا ان احنا ما نفقدش بنقاط وناخد عشان ربنا يكرمنا ونحسب الدوري ان شاء الله يعني. ان شاء الله طبعا بتيجي دايما صعوبه كل مباراه بنلعبها يا استاذ محمد ان النادي الاهلي هو مركز اول ده. فبنخلص مباراه بنفكر في اللي بعدها على طول. هو ده اللي احنا تعودنا عليه منكم من الجهاز الفني ومن النجوم لاعبي الفريق الاول، وان شاء الله تستمر البطولات والالقاب والانجازات. بشكرك على مشاركتك معانا كابتن طارق سليمان.